السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ده موقع اسمه powerdrill.ai. ده بيعتمد على OpenAI اللي هو LLM، اللي هو نموذج لغوي قوي بيقدر ان انت تسأله اي سؤال ويجاوبك عليه. الموقع دوت بيعتمد ان هو بيسأل شات جي بي تي 4 ويبدأ ان هو يجيب لك الاسئلة. طبعا في بعض الاسئلة شات جي بي تي 4 وفي ممكن شات جي بي تي 3، لكن هو الواجهة بتاعته سهلة في الاستخدام، تقدر تسأله أي سؤال ويبدأ إن هو يرد عليك زي ما أنت شايف في شات جي بي تي 3 وشات جي بي تي 4. وعلى فكرة شات جي بي تي نفسه اللي هو 4، لو أنت واخد النسخة اللي هي المدفوعة هتلاقي إن هو بيقول لك إن أنت ليك 25 رسالة كل 3 ساعات، تمام؟ يعني هي مش مفتوحة على طول، لأ في ليميتد، لكن أنا شايف إن هو ليميتد معقول، يعني مش وحش. هو معتمد برضو على الداتا سيت بتاعته، على شات بوكس، على ميكس اي اي، يعني في بعض المزايا. طيب خلينا نشوف كده فيديو سريع. هتبدأ تعمل داتا سيت وتكتب البيانات اللي انت عايزها وتقول له انا عايز ارفع ملفات بي دي اف، وتبدأ ان انت تسأله في البي دي اف اللي انت رافعها ديت، تمام؟ فهو عنده قاعدة البيانات الاقوى، لكن لو انت مديله ملف بي دي اف فالاولوية ان هو يجاوب من الاسئلة ديت. يعني تخيل مثلا طلاب الثانوية العامة يرفعوا كتب الثانوية العامة ويبدأوا يذاكروا من خلال الموقع دوت، أو من خلال موقع شات جي بي تي أو أي موقع تاني. أنا بطرح الفكرة عموما يعني، تمام؟ هو هنا بيجيب لك الإجابة من شات جي بي تي 4 مجاني وشات جي بي تي 3.5 بشكل قوي. فموقع جميل جدا، أتمنى استخدامه. طب خلينا نشوف البرايسنج. وعلى فكرة البرايسنج دي ما كانتش موجودة يعني، تمام؟ أهي كله فري، مش كاتب لك فلوس خالص. انت ليك كام سؤال؟ ليك 100 سؤال في اليوم، ولو الاسئله خلصت ابعت له قول له انا الاسئله خلصت انكريز كوتا، هيخليهم لك 200 سؤال في اليوم، تمام؟ بس هيبدا يبص كده هل فعلا انت بتسال اسئله حلوه، هل انت بتضيع وقت وبتاع. لكن العادي انت ليك 100 سؤال مجاني كل يوم يوميا، تمام؟ فالموقع دوت من المواقع الجميلة اللي انت تقدر تستفاد من شات جي بي تي من غير ما تدفع فلوس، وزي ما انت شايف هو مش حاطط خطة بفلوس اصلا. طيب تعالى نشوف موقع تاني، forfront.ai. ده برضه معتمد على شات جي بي تي 4 وبعض الاسئلة ل 3.5 وكلاودا وهكذا، يعني في كذا حاجة ممكن يجاوب من خلالها. ممكن يعمل لك مثلا تديله ملف سي اس في وتقول له اعمل لي فيجواليز ليه، او اعمل لي اناليسيز، او اعمل لي داتا، فيبدأ يعملهم لك بالشكل دوت. كل ده مجاني، تمام؟ يعني تستفاد من كود شات جي بي تي من غير ما تدفع فلوس. ممكن ترفع له صورة وتقول له صفها لي، تمام؟ ممكن تستفاد من البلاجنز اللي موجودة من غير ما تدفع فلوس، تمام؟ تعال ندخل كده على البرايسنج ونشوف. هنا بيقول لك ان المجاني هيبقى اغلب الاسئله من 3.5، كانت موجوده 4 بس تقريبا اتلغت، وهكذا. فموقع اتمنى ان شاء الله الموقعين اتمنى يعجبوك ان شاء الله.